اهلا وسهلا المتابعي ومشاهدي جريده عبر مباشره من الدار البيضاء. كيف ما تشوفوا معنا على المباشر، صراحه الدجاج اليوم صباح واصل 21 درهم، عبد المطلب دير لي 16 درهم. صراحه ثمن مناسب. كيفاش السيد تبيع ب 16 درهم؟ كيفاش الناس اخرين تتبيع ب 21 درهم 20 درهم؟ ما عرفناش كيفاش، واش الجوده، واش الجوده ناقصه، واش هذا تيدير تبيض الاموال. خويا عبد المطلب كيفاش اخويا انت عندك دجاج 16 درهم والناس تشري 21 درهم؟ اخويا حنا اليوم خلصنا الدجاج 320، احنا كنبيعوا 320 ثمن الفيرما باش كنبيعوه. احنا ما عندنا لا فيرما، ما عندنا حتى شي حاجه، كنشريو بالفيرما ب 320 كنبيعوه ب 320. طونسبور عندنا واحد الطونوبيله الحمد لله ما كتاكلش مازوت بزاف، كنشارجيو عليها طونو 700 طونو 800. الحريفيه ربما راه عارفين هذا الشيء ديال سيدي مؤمن، مسيرة الدراري كاملين كنتسوق معاهم راه عارفين هذا الشيء، وهذا الشيء ما غنديروش على قبل ان كاينين حدايا الحريفيه، راه المحلات اللي كاينين هنا كاملين الحمد لله ديالنا. يعني ما تتهرش، ما كنهرس حتى شي واحد، الله يسهل على اي واحد. المحلات راه ديالنا، راه هو الاول الثاني راه هو الثالث، ربما الحريفيه راه غيشوفوا الفيديو راه غي عطيه عطيه ديالها تقرديه ما تقردوش. عبد الطالب نعم خويا، واش اخويا الناس تتبع علاش غنتخلع اصاحبي؟ باغي تعاون الناس؟ غنتخلع، راه كانوا كيقولوا عنده الشيكات وعنده المشاكل وعنده هادي، واحنا الحمد لله راه ما عندنا حتى شي حاجه، واللي كيتسى شي حاجه راه غياخذها. ما عندنا لا كريدي لا حتى شي حاجه، كاينين شي ناس ما كيبغوش يتعاملوا ولا ما عادش كيشوف فينا شي شوفه، احنا الحمد لله راه خدامين، اللهم لك الحمد، ما كيتسالنا حد، ما كنتسالوا حد، ما عندنا الشيكات. شي وحدين كانوا معنا في الحافه كانوا كيقولوا راه غارق عنده مشاكل، احنا راه ما عندنا والو، ودرنا هذا الفيديو هذا باش نبينوا لكم بالله احنا راه خدامين. بخير الحمد لله. البيض اخويا 34 28 ريال، 28 ريال البيض. وهذاك البيض ديال السمان؟ البيض ديال السمان 300، والكليان كنحاسبوا لهم ب 13 درهم. 13 درهم؟ الملحه غراتوي. غراتوي. هما ما كنكونش مع الدراري يقول لك بنادم شفار في الميزان ولا كتعبروا لهم روسكم ولا لا؟ لا لا، كلشي كيعبر روسنا، كلشي هنا كيتعبر. كنحط لهم السلعه كنمشي. دابا كاين اللي تيبيع شوف فيه. نعم خويا، نعم نعم دراري خدمه. دابا كاين الناس تبيع تمن طيح ولكن يقدروا يديروا والف الميزان. الله ما نقدرش نقول لك، كاينين بزاف، تا كاين اللي حيت هكاك كيصفر في الميزان. قسما بالله الميزان هو الميزان، ماشي كيصفر راه بليا. دجاج 320 واخا يبيع الدجاج ب 1000 ريال، واخا يبيع الدجاج ب 1000 ريال، لكن افيس اصاحبي راه كان كيصفر في الميزان. واخا يكون شاري الدجاج ب 400 وغيبيعو ب 1000 ريال، ضروري في هذيك النخزه ديال ضروري. بحال ما هكا بحال ما هكا، دابا كيجي وحده تجي مرق، انا كنبيع 22، يقول لها شوفي عندك جوج و 400، هو يلاه فيه 2 كيلو، 2 كيلو مقاده تخليه 780. عادي 2 كيلو 700 ريال بالترياج ديالو، احنا ما كنزيدو على الناس ما والو. ميزان هنا وكلشي هنايا، واللي كاين شي حاجه اجي. نعم خويا، بالنسبه الثمن اللي عندك واش غيبقى في الشهر؟ الثمن اللي عندي غنوصل هذا الميساج هذا لهذيك خينا اللي في المحمديه. اسمع مدجاج، الا كنتي انت كتبيع 13.5 اقسم لك بالله المحلات حدا مرجان ديال عين السبع، احنا هما بالخدامه ونخدموا معاك ونعطيوك الطونوبيل وبيع الدجاج للناس ب 13 درهم. جي عندنا وحنا مستعدين كتحمل المسؤوليه ديال هذا الشيء. انا خليك انا شوف، الا قال لك كيبيع الدجاج ب 260 انا نتحمل المسؤوليه ونعطي المحلات وانا نخدم معاه، محلات بثلاثه ونعطيه الطونوبيل ونخدم معاه فابور. انا كنتحمل المسؤوليه ديال هذا الشيء، نعطيك اربع ايام جي خدم هنا فابور. انت كتقول 13 ونص والدجاج ديال 320 وانت شحال حطان؟ 320. انا كنبيع 320، عندي بلايص اخرين كنحط فيهم كناكل فيهم خبيز، عندي كيفاش المصروف ديالهم. محلات اخرين حاط لهم 340، عندي كليان 340 كنحط لهم على درهم، فهمتي؟ كنجبد ربما كنجبد معاهم الصاير المازوط، كنمشي بيدي هنا كنمشي بيدي اصاحبي، كنخدم بيدي. وهاد 320 درنا على قبل انهم شي ناس كيدوروا كيخرجوا شي هضره، راه كيشفر في الميزان، ما كنشفروا لا في ميزان لا والو. الدجاج بلدي شحال داير؟ الدجاج بلدي 70 درهم، راه هو كاين 70 درهم الكيلو. 70 درهم الكيلو. الطوسيه راه ما كايناش، الكوكلي راه شي حاجه كاينه، شي حاجه قليله. الكوكلي
كوكلي اخويا ما كاينش. ايوا كاين صغيور بزاف. كوكلي قد البيضه ب 14 درهم يعني غتجيبو ما غاديش الناس ما غيتفاعلوش معاك ما غياخذوش. هذاك الشيء اللي كاين، هذاك الشيء اللي كاين ما غياخذوش. عيب كتقول لهم راه 14 درهم 15 درهم في كوكليه صغيره انا ما جاتش. التوصيه لا ما كايناش دابا اصلا، ما كيكونش على اقبال دابا في رمضان. دابا الاقبال اللي كيكون هو الدجاج ديال كيلو كيلو ربع كيلو ونص. الدجاج هذا راه عزيز على امين في الحي. الدجاج صغير. بالنسبه للبيض بلدي شحال واصل؟ بيض بلدي اخويا 48 46 كناخذوه ب 41 باش كناخذوه. كتوصلوا لا كيوصل عندنا هنايا ب 41. كيجيبوا لنا واحد السيد من صافي عبري 8 عبر عبد الطالب عبر من هنا عبر من هنا. الجوده شوف اخويا كل ما كانوا كل ما كانوا شكليان اكون كلونا العديان. راه كنجيبوا سلعه مليحه. كيفاش عاود كل ما كانوا شكليان اكون كلونا العديان. هذه في خاطر العديان وراه عندنا المليح المليح. راه هات يا خويا نوريك فيديوهات. كيشد المحاله ديري 16 درهم. 16 درهم ثلاثه المحالات 16 درهم. ما ديرش هادشي باش نهرس شي واحد ولا داك. شي في عين السبع. شي في عين السبع حدا مرجان ديال عين السبع. حليوه حليوه. قامت 320 اللي جيتي وعندو لقيتو ديرك 360 عيطوا لي نشوف. لا 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 هذاك الشيء مع السوق ثمن الفيرما ثمن. لا اسمعني ما نقولش لك الثمن يبقى ديما راه حنا حريفيه. الثمن راه كيطلع ويهبط. على اليوم الخيا اللي كيجي اليوم. اليوم 320 بغيتي كلشي نبيع لك 320. عندنا الشاهدين. السلام عليكم الشاهدين. يجيو مرحبا بهم 320 من غير اليوم راه السوق كيطلع ويهبط في الدجاج. حيتاش واحد خينا في المحمديه قال لهم ديما 13 درهم. الا كان ديما 13 درهم زين عطوك هاد المحلات خدم فيهم وطونوبيلات هي خودها خدم فيها وحنا نريشو معاك اسيدي فابور. وبالنسبه اخويا البيض علاش البيض واصل 3 بيض اخويا قليل. الدجاجه بياضه قليله شويه. قليله قليله الدجاج اللي كيبيض قليل شويه. قليل شويه. واش ماشي بغيتي تصدر؟ اما كاين اللي تصدر لا والو ما كاينش اقبال. قال لك الفلوس تصدر مليون في السيمانه. الفلوس ما كاين لا مليون في السيمانه لا والو. الفلوس بنتي تصدر مليون. لا خلي فلوس بلدي. فلوس بلدي بوحدو. هذا ماشي ديال فلوس بلدي. هذا هذا ديال الطوسي. هذا ديال الدجاجه الحمراء. الرومي راه ما كيبيضش باش تكون في عاملك. قول للناس انا ما كيقول لك البيض رومي. هذا ديال الكروازي. هذا البيض هذا ديال الكروازي. ديال الكروازي. حبيبي البلدي كاين. هو ديال البلدي. هذاك بلدي. هذا ديال الكروازي. هذا ديال الكروازي ماشي ديال الرومي. يعني كتبيض ديك الدجاجه الحمراء هي اللي كتبيض. هي اللي كتبيضو. اون فوا كتشوف لك في المارشي كتولي الدجاجه حمراء موجوده في البطوار. الكروازي دابا هادشي ما بانش ليا. الكروازي ديك المنتوف داير دابا 280. الراس هذيك منتوفة الراس هي اللي دايره 280. 280 280 بلاصه هذيك مولفه دايره 7 درهم. الكروازي لا بلدي بلدي هذاك الكروازي. بلدي بلدي. وبيدي السمان. بيدي السمان 12 درهم. هو 12 درهم. حنا كناخذوه ب 10. تتبيعوه ب 12. كناخذ هادشي اللي كاين. خويا عبد الطالب. ساعة سعيدة و شكون الناس؟ الله يدخل عليكم هذا رمضان بالصحة والسلامة، أخويا ما نقدر نقول والو. شوف شوف هذاك الشيء راه كاين ولكن ما نقدر نحكم على حتى واحد. شوفوا غنجيكم من الآخر أقسم لك بالله تنهضر مع الحوانتية موالين الدجاج والله ما وقفتوا على الميزان ديالكم وحطيتوا السلعة ديالكم وفقتوا الصباح بكري لا عمر الربح شفتوه. هذا ميساج من عندي. شوف الا فقتي بكري وحطيتي مع مول الكاميو. لا 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 هذا ميساج بنقولو لمولي الحوانت. كاين دابا كتلقى شحال مول الدجاج خدام مسكين وما كاين حتى شي حاجه ياك. ما كاينش هو السبب ديالو. كيحط السلعه بلا ما يعبر. كيعيط في البطوار الو السلام عليكم صيفط لي السلعه. هادشي هو يخرج علينا حنا. كيصيفطوا لي السلعه فهمتي. بنادم يتاوى الحوانتي كنهضر معاكم مولي الحوانت. انت دجاج وعبرو وغادي تعرف راسك واش غادي قدام ولا راجع اللور. اما داك التخلاط راه ما خدامش. شد السلعه عند هذا شد السلعه عند هذا شد السلعه عند هذا. داك الشيء راه ما خدامش. وكل واحد الله يسهل عليه. كل مال كليان كون كلونا العديان. وتحياتي حفيظ. ورينا الدجاج شوف هاد الجوده. هو دور دور اخويا. ورينا الدجاج جيب وراكشي تعبر الناس. لا يكون داك الشيء زراك ولا شي حاجه ونقول له. الله يا طاحبي الله يا طاحبي. واش هادو خازر واش جابو ليا من اللي زويني؟ جبد ليا الاخر. قطعوا السيده. صافي اخويا ورينا ورينا الجوده. جبد نتايا دجاج وهز نشوفو اصاحبي. واحد خير
كيفاش كيتحلب السير ما كاينش دروكيه لا والو البوريه ياك اخويا السير درك الريش ورينا صح ذبحوا وتصاوبوا تاخذوا لا صح راحت الله يعطيك ضربت بلا ما كنعطوش الكليات دابا 320 والناس تبيع ب 400 وانت دير 320 حيتاش كاينين شي وحدين راه واخا يبيعوني شي ب 400 راه ما غيخرجش كاين شي مولي الحوان كيبقى ناعس كيجي مول السلعه كيحط السلعه ديالو كيمشي راه يا صاحبي راه ما عمرو غيخرج واخا يبيع ب 400 كيجي يحسن ما كيلقاش راس المال راه احسن حاجه هي بنادم يوقف على شغله خويا عبد الطالب باش نختموا خويا هذا اللايف اش بغيت تقول للكليات ديالك اش بغيت تقول للمغاربه انت كتقول للمغاربه رمضان كريم خلو عليكم بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتو والله يسهل على أي واحد كيجري في الحلال وكون بالكليات كون كلونا العديان عاود قولها تحية خاصة لمولين كرواسة تحية لمولين الحوت ومولين الدجاج يا السيدة راه واقفة كتسنى الناس واقفة كيتسنى وعارفين عندنا كاليتي ما نحتاجش نقول لكم هاد الشيء كل ما كان كليان كون كلونا العديان تحية لمولين الدجاج